بعض الدم لا شرعية لا الحكومة لا الأمنية سراقين بلادنا قتالين ولادنا شعب يريد إسقاط الجنائية ميلاد الإحساس هذه ما هيش دولة هذه بلد محروس. وقت اللي صارت الاحتجاجات وشفنا سقوط شهيد البارح حمد مانيش مسامح قررت انها تهبط، اخترنا ان نهبطوا فرد وقت احنا وحمد فاش استناو باش ما نشتوش الجهود. زاد الفقر زاد الجوع يا بوحد يا زاد الفقر زاد الجوع يا بوحد. الحملة هذه هي اسمها حملة فاش نستناو، تم الاعلان رسميا عنها نهار 3 جانفي في ذكرى انتفاضة الخبزة، والحملة هذه عندها هدف واحد هي إسقاط قانون الميزانية لسنة 2018. القانون هذا اللي ظهرت عليه برشا مخاطر وبرشا انعكاسات سلبية، ممكن أهمها اللي يشوفها المواطن اليوم هي زيادة في الأسعار، لكن ما زالت انعكاسات أخرى ما زالت ما بانتش باش تبان، انعكاسات تاع التفويض في المؤسسات العمومية، الانعكاسات نتاع وقف التشغيل، الانعكاسات نتاع المديونية، الانعكاسات نتاع التنقيص في الشهري، الانعكاسات نتاع الزيادة في الأداءات، هذوما الكل كي يمشيو بشعارهم المواطنين زاد باش يزيدوا يثقوا بهم. الحملة فيها كل تقريبا المنظمات التقدمية الوطنية، يعني ناشطين في أحزاب وطنية وتقدمية، فيها حملات أخرى جات انضمت للحملة هذه كيما حاسبهم كيما مش على كيفك كيما اللي جاوا ضد قانون زجر الاعتداء على الأمنيين وكيما مانيش مسامح اللي جات ضد قانون المصالحة. دونك كل فئات الشعب وكل شرائح الشعب المتضرره من سياسات الحكومه هذه اليوم تنطلق في حمله فاش نستناو، تنطلق هذه في الحركه الاحتجاجي اللي قاعد صاير اليوم في البلاد ضد السياسات هذه. بطبيعه فما ناس اخرى منخرطه اللي هي يعني اولاد الشعب اللي هي اكل البطاله الخدامه عمال الحظاير، كل فئات هذا المجتمع كل الشرائح الاجتماعيه المتضره منخرطه اليوم في الحركه الاحتجاجي هذه، ما عدا بطبيعه الحال الناس اللي انخرطت في الحكم واللي هي تعتبر سبب في الأزمة هذه، واللي معناه مستحيل إنه إنسان يكون هو الحبل الشانق والمشنوق في نفس الوقت. واخترنا نتوجه اساسا للحوم الشعبيه والحوم المفقره من بنزرت البنجردان في الولايات الكل، ما رانا الا انه العظام تاع الحمله نتاعنا يتعرضوا لعمليه قمع كبيره ياسر ياسر ياسر، اكثر من 50 من الاعضاء نتاعنا توقفوا فقط لانهم يكتبوا على الحيط فاش نستناو او لانهم يوزعوا في بيان تاع حمله فاش نستناو. صارت ايقافات في تونس، في صفاقس، في بنزرت، في سوسه، في قفصه، في القصرين، في حمام الشط، في بن عروس. قمع اللي تمارس فيه الحكومه اليوم على الاحتجاجات هذه والتشويهات اللي قاعده تعمل فيها في الاعلام اللي تبعها، وكل هذايا ماهوش باش يحول المعركه هذه الى معركه حريات سياسيه ومطالبه بإطلاق سراح فلان او إطلاق سراح فلان. الحمله مضامينها اجتماعيه شعبيه وواضحه ضد قانون الميزانيه 2018 ولن تحيد على هذه الاهداف. زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقمور.